وزارة التغذية لليوم رح نحكي عن الأسكادينيا، فوائدها وقيمتها الغذائية، وكمان عن سعراتها الحرارية وقديه بيطلع لنا ناكل باليوم منها، مع رزان شويحات. صباح الخير. صباح الخير، كيفك روان؟ الحمد لله تمام. هلأ موسمها الحلو، هلأ زاكي صارت هيك حلوة. نحاول دائما ناكل الإشي اللي بموسمه طبعاً. عشان هيك لازم نعرف أكثر عنه كمان. صح 100%. طيب شو القيمة، شو القيمة الغذائية للأسكادينيا؟ على فكرة احنا كتير بنظلمها وما بنحكي عنها، لكن هي فيها قيمة غذائية كتير كتير منيحة. وخاصة نحن دائما إذا بتذكري بفقرة شوفي فيها، لما بنعمل المقارنة بين القيمة الغذائية بالسعرات الحرارية، فهون بنشوف إنه هل هي تعتبر قيمتها الغذائية عالية أو لا. فإذا نقارن القيمة بالسعرات رح تطلع قيمتها الغذائية كتير عالية. أوكي. نحكي ليه؟ لأن إذا نحكي مثلا كمواد غذائية شو فيها؟ أول شيء طبعا هي فيها نشويات، لأنها تابعة لمجموعة الفواكه، وعلى فكرة هي تابعة لعائلة كمان التفاح والخوخ. والله. يعني نفس العائلة. أوكي. هلا إذا نحكي قدي فيها من النشويات، مثلا الأشخاص اللي عندهم سكر اللي بيعدوا كمية النشويات وبينتبهوا لإلها، فتقريبا الكوب طبعا كمية بتعبي كتير منيح، بيكون فيها تقريبا 18 جرام من النشويات، يعني حصة غذائية واحدة. أوكي. وفيها كمية ألياف كمان بتغطي تقريبا 10% من احتياجاتنا من الألياف، ونحن كتير منركز إنه لازم ناخد أكتر من الألياف. أوكي. هلأ من ناحية دهون وبروتين، ما فيها دهون، ما فيها أبدا. من ناحية البروتين أكيد مش مصدر للبروتين، لأنها تابعة لمجموعة الفواكه. صح. طبعا فأكتر شيء منركز إنه هي عم تعطينا نشويات، لكن عم تعطينا معها ألياف، فعشان هيك بيكون المؤشر الجلايسيمي تبعها مش عالي، منخفض. لو بنحكي مؤشر جلايسيمي يعني انها ما بترفع السكر كتير بسرعه، يعني انها مناسبه للسكري كمان بالضبط، وبتشبع كمان اكثر، خاصه مع الالياف اللي فيها. برضو من القيمه الغذائيه اذا نحكي فيتامينات ومعادن، غنيه كتير بفيتامين اي، وهاي من الشغلات اللي كتير كتير مهمة. يعني الكوب الواحد روان عم بيغطي 46% من احتياجاتنا من فيتامين A. فنحن بس كوب واحد عم ناخد نص احتياجاتنا من فيتامين A، فكتير غنية بفيتامين A. برضه فيها بوتاسيوم، وفيها كمان المنغنيز وبعض المعادن الأخرى، فيتامين C كمان. لكن أكتر شيء منقول هي إذا بدنا نقول مصدر، فهي مصدر لفيتامين A. كيف نحكي الجزر مثلا كتير مهم، فأصلا من لونها كمان لونها سبدأ لك الأورنج كتير، عشان دائما نحن بنحكي لازم نشكل بالألوان. صح. وهلأ بالصيف ألوان الفواكه يعني عزها. لا تعد ولا تحصى، فعشان هيك دايما حلو النوع. صح 100%. أكتر بالفواكه كتير حلو. سعرات هلا بدنا لازم نحكي عن السعرات الحراريه. يعني هلا طبعا هي بتحسي ان عشانها فواكه، انا مثلا بحس انه ما فيها كتير سعرات حراريه، ولكن انت احكي لنا قد ايه الكوب الواحد مثلا قد ايه فيه سعرات حراريه. طبعا هلا نحن لما بنقول فيها او ما فيها، الفواكه كلها فيها سعرات، والفواكه كلها فيها سكر طبعا، لانه هو المصدر الرئيسي تبعها. لكن بيفرق الكميه اللي انا بقدر اخذها مقابل السعرات. يعني مثلا لما بنقول تمر حبتين تعطيك السعرات الحرارية تبعت حصة غذائية من الفواكه، فهي مركزة كتير بالسعرات الحرارية. هلأ الأسكيدينيا لا، لو إحنا أخذنا كوب، يعني حتى أنا بدي أقيم البزر وهاي الأشياء، عم بيكون فيها بس 70 سعرة حرارية، يعني حصة غذائية واحدة من الفواكه، فهي كتير منخفضة. مش بتشبع مقارنة بالضبط. فعشان هيك هي بتشبع كتير، لأنه زي ما قلنا لما منقارن السعرات مقارنة بالقيمة الغذائية وقد هي عم تعطينا شعور بالشبع، فهي تعتبر فائزة. يعني لازم نستغلها أبشع استغلال هذا الموسم. بالزبط. طب أنا بحب أكون عملية أكتر. الكوب كم حبة؟ عشان أنا مثلا بتقولوا كوب نص، هذا تقريبا كوب ونص. الكوب دائما بنحكي عنه المج. طبعا ليش ما بنقول حبة؟ لأنه بيفرق حسب حجمها الحجم. بس تقريبا يعني للي بدي يعرف شيء يعيب الكوب. هلا لأنه هي ما بتقدر تحديها. هلا اذا بيجيبوا لنا كوب منعبي عشان الفرشي، كان لازم احط لك الكوب روان عشان تعرفي. صح. اوكي. هلا بدي اقول لك تقريبا الكوب ممكن يجي تقريبا 6-7 حبات. بجنن. يعني حتى هدول لسه فيكي اكثر تعبي. بس ايدي صغيره شوي. حبيت. بس يعني شوفي هيك كميه منيحه. بالزبط. يعني اكل 7-8 حبات مثلا من الاسكادينيا، انا وجبه بالنسبه لي، حصه فاكهه كثير حلو. طيب الفوائد هلا هلا كمان شغله كتير مهمه روان، انه نكهتها مميزه كتير. يعني عندنا هذه النكهه المنعشه اللي بالصيف نحن دائما بندور عليها، فنكهه كمان كتير مميزه للاسكيدينيا عن بقيه الفواكه، والاطفال خاصه بيحبوها كتير بيحبوها. بعدين فيها حلاوه، يعني لما بنستنى تكون مستويه وزاكيه فيها حلاوه مش طبيعيه، وحلاوه حتى للصغار، بزرها كبير يعني ما راح يقدر يبلعه وما بداية من يقدر بتقدر تقيميه. بالضبط زي العنب. بالضبط مش زي العنب. بالضبط. طيب الفوائد للاسكيدينيا. هلا الفوائد بتيجي من الاشياء اللي فيها.
طبعا. خلينا نبدا اول شيء بما انه فيتامين اي هو اللي اكثر شيء متواجد فيها يبقى فوائدها بتيجي اكثر من فيتامين اي. فاول شيء فيتامين اي نحن على طول مع انه بنفكر دائما بالنظر وباللاد اكيد، لكن كمان في وقت كثير من للبشره يعني نحن هلا بموسم الصيف اولا، فعشان هيك كثير بهمنا ننتبه لبشرتنا اكثر لانها بتتعب من التعرض للشمس ومن مرات نقص شرب المي. فاول شيء عم تعطينا مي بلس عم تعطينا فيتامين اي، كثير بتساعد بترجيع مرونه البشره لانه الفيتامين اي فيها كثير غني، نضاره البشره كمان كثير بتحمي من امراض الشيخوخه لانه فيتامين اي يعتبر من المواد المضاده للاكسده، فهي كثير بتحمي البشره من الشيخوخه. في كثير مرات كانوا عم يعملوا حتى ماسكات من الاسكيدينيا، يعني بيخلطوا الاسكيدينيا مع لبن مع اشياء بيعملوها كماسك للبشره. لكن احنا دائما بنحب نتناول الاشياء كل ما دخلت من جوا بتكون استفادتنا لها اكثر كثير، فهي بتعطي رطوبه للبشره بتعطي نضاره وكثير بتفيد تحمي من علامات الشيخوخه. هذا اذا نحكي بشره. اذا نحكي وزن بما انه دائما كثير الاشياء هاي بتهمنا، فهي من اول شيء لانها طعمها حلو فبتخفف شوي من حبنا للحلويات خاصة بفصل الصيف. بالإضافة لأنها بتشبع لأنه كمية الألياف اللي فيها كتير عالية مقارنة بالسعرات، فهي بتعطينا شعور بالشبع لفترة كتير أطول. صحيح. فبتساعدنا أكتر يعني من الفواكه اللي كتير بنقدر نعتمد عليها بخلال فترة الصيف لحتى تعطينا شعور الشبع. هلأ من ناحية كمان في لنا فوائد كتيرة للقلب، لأنه لما بنحكي مواد مضادة للأكسدة وفيها كمان الفلافونويد والبوليفينولز اللي هم كل حلقة بنحكي عن الأكل لازم نحكي عن قد ايه مهمين المواد المضادة للأكسدة. طبعا المواد المضادة للأكسدة يعني عم تحمي القلب من الأكسدة، فبالتالي بتحمي من أمراض الكوليسترول، بتحمينا كمان من السرطانات اللي أكبر مشاكلها هي الأكسدة. فهي كمان لها فوائد كتير مهمة لأنه فيها الفيتامين A اللي هو من أهم مضادات الأكسدة، والفيتامين C بالإضافة للبوليفينولز والفلافونويدز اللي موجودة فيها. هلأ في زمان كمان كانوا كتير يستعملوها للأزمة، كتير بيخفف مثلا اذا بيعصروها او بيعملوها زي شكل معجون بنضيف لها قرفه كمان من الاشياء الطيبه وبتخفف من الاحة والمشاكل الازمه والربو اللي ممكن انه خاصه هلا هذا الفصل بتحس انه الفواكه بتطلع بالفصول اللي مناسبه لها اكثر، فكثير بتخفف من مشاكل الازمه والربو والاحة كمان بتساعدنا فيها. وللسكري من الاشياء اللي كثير مفيده لامراض السكري لانه اول شيء ما بترفع السكر كثير بسرعه، وكمان لا في بعض الأبحاث إنه الأسكيدينيا من الفواكه اللي بتساعد كتير بتنظيم الإنسولين، فالأشخاص اللي عندهم مشاكل بمقاومة الإنسولين أو حتى اللي عندهم سكر كتير بهمهم إنه يحافظوا على مستوى الإنسولين بالجسم مقارنة بالسكر، فبرضو إلها فوائد للسكري. هدول الفوائد اللي أكتر شيء مثبتة علميا خلينا نقول. هلأ في فوائد تانية إضافية، هلأ في الفوائد العادية يعني زي ما نقول مثلا للهضم كتير بتساعد، للعين أكيد لأنه فيها فيتامين A، فهي فوائدها كتير جمة زي معظم أنواع الفواكه. يعني شو هالأسكيدينيا هاي صراحة يعني الواحد بتعرف أنا شو بقولها أسكى شيء بالدنيا أسكى يعني. شيء بالدنيا ممكن على فكرة أسكى دنيا أسكى شيء بالدنيا صراحة. ففعلا هلا صرت أعرف وإذا صرت أكتر أحس قديه هي فعلا مش بس أسكى شيء ومفيد كثير وأفيد إشي يعني من الأشياء فعلا اللي عن جد لازم تستغلي موسمها وتاكليها. وهلأ أنا يعني رح تخلص الفقرة من هون وأبلش أول شيء سألتني هو المغسولة علشان علشان بحضر على طول بعد الفقرة يعني كتير حلو فوائد فعلا رائعة. في إشي هيك حابة تضيفيه؟ لا هلأ شوفي نحن دايما بنحكي بفقرة شوفي فيه عن فوائد معينة، لكن هذا ما بيعني إنه نحن بس ناكل أسكي الدنيا، لكن نحن دايما بنقول إنه من الأسكيدينيا عن الشمام، فعنا كتير فوائد، فدايما بنحب نعرف الفوائد علشان كمان لما بناكلها بتحس إنك أنت عم تستمتع أكتر لما عم تعرفي إلها فوائد لإلك. 100% يعني أنا محبة الأسكيدينيا هاي بدي أنهي عن جد لازم خلص هاي موسم لا رح أخذ بس هاي بدي أورجيهم عن جد الأسكيدينيا هاي يعني إشي طلع عن جد أسكى إشي بالدنيا، فلازم هلأ نلحق موسم الأسكيدينيا ونستفيد من الفوائد لبشرتنا ولكل جسمنا. طبعا بدي أشكرك كتير رزان. شكرا إليك. أهلا وسهلا فيك. شكرا على المتابعة، لا تنسوا تشتركوا بالقناة لتشوفوا كل شيء جديد.